السلام عليكم، وكنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غدا نشارك معكم شي فلور في الفران بواحد التتبيله اللي رائعة وكيجينا لذيذ بزاف وصحي في نفس الوقت. عندي هنايا حبة ديال الشي فلور اللي الوزن ديالها كيلو ونصف، وعندي إناء اللي وضعت فيه الماء وضفت ليه قطرات ديال الخل. أول حاجة غدا ندوز لهاد الحبة ديال الشي فلور ونحاول نحيد ليها هاد الزوائد اللي فيها. ودابا غادي نقطعو قطع صغيرة على هاد الشكل هذا. كما كتعرفوا القطع الصغيرة ديال الشيفلور كيكونوا على شكل وريضات على هاد الشكل. غادي نحاول كل قطعه نحاول نقيها مزيان ونديرها في هذاك الماء اللي عندي فيه قطرات ديال الخل. هانتوما كيفما شفتوا اخواتي، يعني كل قطعه نحاول نقيها مزيان قبل ما نوضعها في الماء. من بعد ما غادا نقي هاد الحبة ديال الشيفلور كلها نقطعها قطع صغيرة ونقيها، غادا نخليه مرقد في هاد الماء اللي عندي فيه قطرات ديال الخل على الأقل واحد ربع ساعة، ومن بعد نغسلو مزيان وعاد نديرو يتبوخ. غادا نضيف ليه الماء حيت ما كافيش وغادا نخليه مرقد. من بعد ما غسلته مزيان هانتوما كيفما كتشوفوا ولا لينا نقي على هذا الشكل هذا. درت البرمه على النار وصلت ليا لمرحله الغليان. دابا غادا ناخذ الكسكاس اللي غادا نستف فيه هاد القطع ديال الشيفلور. انا ما غاداش نسلقو، فضلت على انني نديرو يبوخ ما احسن، حيت ملي كنسلقوه كيهز لينا الماء بزاف. من بعد ما تبخر ليا الشيفلور كيفما شفتوا هو طايب. دابا غادا ناخذ واحد الاناء اللي غادا نحاول نصايف فيها واحد لاباراي اللي غادا ترافق ليا هاد الشيفلور. غادا ندير جوج بيضات عندنا يقصبر ومعدنوس مقطعين رقاق، جوج فصوص ديال الثومه محكوكين، مقدار واحد الملعقه كبيره ديال زيت الزيتون، ملعقه صغيره ديال القزبر يابس مطحون، وملعقه صغيره ديال الملحه حيت انا ما سبقليش درت الملحه للشيفلور ملي درته في الكسكاس، وملعقه صغيره ديال الكركم. وهنا تقطع لي الفيديو اخواتي ضفت ملعقه صغيره ديال التحميره ونصف ملعقه ديال الابزار وجوج معالق كبار ديال الدقيق. ودابا غادي نضيف واحد نصف كاس صغير غير النصف ديالو ديال الماء. ودابا غادي نخلط بالخلاط اليدوي كما شفتوا، نخلط مزيان كيجينا القوام على هذا الشكل اخواتي كيفما شفتوا، يعني كيكون القوام ما تقيلش
وما خفيفش بزاف، كيجي على هذا الشكل هذا. عندي الطاوة اللي دايره فيها ورق الزبده، ودابا غادا ناخذ قطع ديال الشيفلور وغادا نديرهم في هاد لاباراي، ونحاول ندخل فيهم هاد التتبيله هادي ولا لاباراي، يعني كل واحد شنو كيسميها. ندي ونجيب المعلقة كيف ما شفتو، وغادا نهز بالفرشيطة ونخليه واحد شوية يستقطر، ونوضع في الطاوة اللي عندي هنايا. بالنسبة للفران انا سبق لي شعلت الفران، يعني خص الفران يكون سخون باش ملي نديرو الطاوة ديالتنا في الفران يطيب لينا هاد الشيفلور على نار متوسطة. وغادا نستمر اخواتي على هذا الشكل، يعني حتى نسالي هاد القطع اللي عندي في الشيفلور كلهم نساليهم ونديرهم في الطاوه. ومن بعد غادي نديرهم في الفران باش يطيبوا لينا عفوا على نار متوسطه. الشكل النهائي ديال الشيفلور طايب في الفران هو هذا، الصراحه كيجينا رائع، كيجينا اولا بنين وثانيا يعني ناشف، يعني الصراحه كيجي رائع وصحي في نفس الوقت، يعني بدون قلي في الزيت. كنتمنى من الله ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.